خلينا نروح على طول للميا ونشوف معاها آخر أخبار الطقس. تفضل يا لميا. شكرا لك يا منى. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على كافة الأنحاء، والنهاردة في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان في شبورة الصبح بدري على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. طمنين عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان في امطار وفي شبوره، عاوزين نعرف اماكنها بالظبط والناس تاخد بالها ازاي بقى، يعني هل في كثافه فيها ولا خفيفه شويه؟ خلينا نقول ان احنا بالفعل اليوم بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، تاثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كتل هوائيه معظمها كتل هوائيه شرقيه قادمه من شبه الجزيره العربيه، مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس هنحس بالارتفاع الطفيف في درجات الحراره خلال فترات النهار، الساعات الاولى من الصباح هنحس بانخفاض درجات الحراره والاجواء المائله للبروده، لكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع اشعه الشمس لان هيكون في صفاء في الاجواء خاصه في المناطق الداخليه، فهنحس بالاعتدال في الاجواء وطبعا الطقس الدافي خلال فترات النهار على اغلب المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. الاجواء بتكون اجواء حاره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. مع الغياب التام لاشعه الشمس ودخول فترات الليل وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، الاجواء بتكون اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه، انخفاض كبير في درجات الحرارة فترات الليل هنحس بيه اليوم والأيام القادمة. الفرق بين فترة النهار وفترة الليل بيوصل لعشرة واثناشر درجة مئوية، بالإضافة كمان إن اليوم هيكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق محدودة من سواحلنا الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، نسبة الحدوث لا تتجاوز 30% وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. مع الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هو تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة وأيضا شمال الصعيد، وهتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية لأن احنا خلاص بدأنا نحس بالبرودة فترات الليل، هدوء لسرعات الرياح، كل العوامل بتساعد على تكون الشبورة المائية بشكل كبير وانخفاض في الرؤية الأفقية. فمهم ننصح قائد المركبات والمسافرين على الطرق في ميعاد تكون الشبورة المائية القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور لأن الشبورة المائية دي هتكمل معانا على الأقل منتصف الأسبوع القادم بإذن الله. هيكون كمان في استمرار لدرجات الحرارة حول المعدلات ما بين ال 24 وال 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لكن برضه نأكد إن فترات الليل هنحس بالانخفاض في درجات الحرارة، فمهم نرتدي الملابس الشتوية خاصة فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وإحنا لسه في فصل الخريف اللي دايما معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، فمهم جدا متابعة النشرات الجوية. ونشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف محافظات مصر. نبدأ بالقاهرة العظمى فيها 24 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 24-14، اسكندرية 23-14، العالمين الجديدة 23-14، مطروح 23-13، دمياط 23-15، بورسعيد 23-14، الإسماعيلية 25-13، السويس العظمى فيها 24 والصغرى 14، العريش 23-13، كاترين 18-5، طابة 25-14، حلايب 25-20، شلاتين 28-21، شرم الشيخ 27-19، الغردقة 27-18، الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 12، بني سويف 24-12، الوادي الجديد 27-7، أسيوط 25-10، سوهاج 26-12،
قنا 26/13، الأقصر 27/13، وأسوان العظمى 28 والصغرى 14. بكده عرفنا الطقس وحالة الطقس النهاردة إيه، وعرفنا درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات مصر. ومرة تانية هنرجع لشاذلي ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لؤي.